بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وعلى من تبعهم بإحسان وعلينا وعلى ذوينا وعلى مشايخنا وأساتذتنا وعلى أحبابنا وعلى سائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر. رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا. رب تمم بالخير والسعادة. الله ولي التوفيق. ثم مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. نعم. وذلك قوله قول المصنف: فأما الأعمال وهي تتزايد في نفسها والإيمان لا يزيد ولا ينقص. توطية لهذا المتن قال الشارح رحمة الله عليه: ولما كان مذهب جمهور المتكلمين والمحدثين والفقهاء على أن الأعمال تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان كما أشار إلى نفي ذلك بقوله: فأما الأعمال أي الطاعات فهي تتزايد بنفسها والإيمان لا يزيد ولا ينقص. يعني الإيمان هو تصديق بالقلب وإقرار باللسان، أما عمل بالأركان هي الطاعات هي تتزايد بنفسها، يعني تزيد وتنقص. معناه أن الطاعات العمل بالأركان ليس من مسمى الإيمان. ثم يقول: فها هنا مقامان. الأول أن الأعمال غير داخلة في الإيمان لما مر من أن حقيقة الإيمان هو التصديق، لذلك الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان لا لغة ولا شرعا، ولأنه قد ورد في الكتاب والسنة عاته الأعمال على الإيمان كقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا كثير في القرآن والحديث. إذن هذا العطف يقتضي التغاير بين الإيمان والعمل، هما متغايران متباينان، هذا الذي يقتضي ظاهر العطف، مع القطع بأن العطف يقتضي المغايرة وعدم دخول المعطوف بالمعطوف عليه. هذا معنى المغايرة. ما معنى المغايرة؟ عدم دخول المعطوف بالمعطوف عليه. هذا ثانيا. الأعمال غير داخلة بالإيمان لماذا؟ أولا لما مر من حقيقة الإيمان هو التصديق، ثانيا لأنه قد ورد في الكتاب والسنة عطف الأعمال على الإيمان، وورد أيضا جعل الإيمان شرطا شرط صحة الأعمال. هذا ثالثا. فإذا ينبغي أن يكون التغاير بين الشرط والمشروط، جعل الإيمان شرطا لصحة الأعمال كما في قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن هذا الإيمان شرط لصحة الأعمال، مع القطع بأن المشروط لا يدخل في الشرط. لماذا؟ لامتناع اشتراط الشيء بنفسه. لو دخل الشرط في المشروط يكون هذا اشتراط الشيء بنفسه أو ببعضه. نعم.
ما هذا ممتنع من هذا الاشتراط، لذلك لا يدخل المشروط في الشرط، فهذا أيضا يقتضي التغاير بين الإيمان والعمل. ثم رابعا، وورد أيضا إثبات الإيمان لمن ترك بعض الأعمال، كما في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا على ما مر، إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فإذا هم يقتتلون فيما بينهم، ومع ذلك صفة الإيمان باقية لهم. فإذا لو كان العمل داخلا في مسمى الإيمان ينبغي أن يفوت الإيمان، كما ذكر أنت المعتزلة، كما أثبت منزلة بين المنزلتين، ذاك باطل كما ذكرنا سابقا، مع القطع بأنه لا يتحقق شيء بدون ركنه. لو كان هذا العمل والطاعات لو كانت داخلة في مسمى الإيمان، يعني لو كانت من جملة أركان الإيمان، ففوات بعض الأعمال ينبغي أن يفوت الإيمان، يندفي الإيمان، لكن ليس كذلك. ولا يخفى أن هذه الوجوه إنما تقوم حجة على من جعل الطاعات ركنا من حقيقة الإيمان، بحيث أن تاركها لا يكون مؤمنا كما هو رأي المعتزلة، لا على مذهب من ذهب إلى أنها ركن من الإيمان الكامل، كما ذكرت أمس أن السلف الصالح جعلوا الأعمال من كمال الإيمان، فهذه الأدلة لا تقوم عليهم. نعم، لا على مذهب من ذهب إلى أنها ركن من الإيمان الكامل، بحيث لا يخرج تاركها عن حقيقة الإيمان. لو خرج لو ترك هذه الأعمال والطاعات، هل يخرج عن حقيقة الإيمان؟ لا يخرج عن حقيقة الإيمان، بل ينقص إيمانه شيئا فقط، لا يكون كاملا بل ناقصا. مع ذلك توجد حقيقة الإيمان كما هو مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه، وقد سبق تمسكات المعتزلة بأجوبتها فيما سبق. نعم. ثم المقام الثاني، أن حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنقص، لما مر من أن التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم واللذعان، لما مر من أنه يعني أن الإيمان التصديق الذي يكون بالقلب، فهذا التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم واللذعان هذا هو الإيمان، فإذا لا يزيد عن درجة الجزم واللذعان ولا ينقص عن هذه الدرجة، لو نقص فيكون ظنا لا يكون جزما فلا يصح الإيمان. ثم الجزم واللذعان واليقين والعلم هو الغاية فلا يتعداها، فهذا لا يتصور فيه زيادة، من يحد الجزم واللذعان لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان، حتى أن من حصل له حقيقة التصديق فسواء نطى بالطاعات، رجل عنده تصديق كامل ثم سواء نطى بالطاعات أو ارتكب المعاصي فتصديقه باق على حاله. ثم يعني هو رجل آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا تصديقا إذعانا قبولا تاما، ثم هو يترك الصلاة ويترك الصوم ويترك الحج ويترك الزكاة، كذلك يشرب الخمر، يزني بالنساء، كذا كذا، يفعل كل فاحشة، يكذب، ينم، يغتاب، وهكذا، يخون، يظلم الناس، يأخذ أموالهم، كذا كذا كذا، جميع المعاصي، فتصديقه باق على أهله، لا تغير فيه أصلا. لماذا؟ هذا الجزم هو الإيمان، لأنه هو على جزمه ذلك، ومع ذلك هو يعلم أنه يخالف هذه الأحكام، هو يعلم أنه يخالف أمر الله تعالى، نعم،
والآيات الدالة على زيادة الإيمان. فإذا هكذا لو لم يزد، هذه مسألة يعني كان مثار الجدال بين العلماء منذ قديم الزمان، كان في زمن الإمام البخاري رحمه الله هذه المسألة كانت ذات مناقشة بين العلماء الكبار، لذلك قضى الإمام البخاري رحمه الله بابا في هذه المسألة وقال أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، الماتريدية هم الذين يقولون، كذلك الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله أيضا يقول بعدم زيادة الإيمان والنقصان بل هذا. أما الأشاعرة وبعض من الماتريدية أيضا يقولون بزيادة الإيمان والنقصان، مع أنه جزم، مع أنه لم يدخل في مسماه الأعمال، لو دخل في مسماه الأعمال فزيادته ونقصانه ظاهر، فهذا مذهب الإمام البخاري، عند الإمام البخاري يدخل في مسماه كمالا كما كان عليه السلف الصالح، ثم كلما يزداد طاعة رجل يزداد إيمانه، كلما ينقص طاعة رجل ينقص إيمانه بسبب أن الأعمال معتبرة في كمال الإيمان. وهناك رأي ثالث ذكره الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح البخاري، نقله عنه الإمام شيخ الإسلام ابن حجر الأسقلاني رحمه الله عليه في فتح الباري، يعني هذا الإيمان هو التصديق، وهذا التصديق واللذعان والجزم هل يزيد وينقص؟ نعم يزيد وينقص، هناك أدلة كثيرة. إذن ما جرى عليه الإمام الأعظم والماتريدية مبني على ما ذهب إليه الفلاسفة من أن اليقين لا يزيد ولا ينقص، لكن عندنا في الشرع هذا يزيد وينقص، ثبت في الشرع مراتب اليقين، حق اليقين، عين اليقين، هكذا مراتب، حق اليقين، عين اليقين، وهكذا مراتب لليقين، إذن بعضها فوق بعض وبعضها تحت بعض، ومع أن كلها يقين. كذلك في مسألة الإيمان أيضا ورد بعض يعني الأدلة الشرعية دليلا على زيادته ونقصانه، مثلا وورد في فضل إيمان أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن إيمانه لو وضع في دفة ميزان يميل بإيمان أمتي، بإيمان هذه الأمة، إذن هذا يدل على أن ثقل ووزن يعني يقين جزم إذعان إيمان أبي بكر فوق إذعان كل الأمة، فوق وزن كل الأمة، فوق ثقل كل الأمة، هكذا. نعم هذا هو المقام الثاني. نعم وتصديقه باق على حاله لا تغير فيه أزلا. والآيات الدالة، فإذا هناك آيات كثيرة تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، أورد الإمام بخاري رحمه الله في ذلك الباب الذي ذكرت آنفا جملة من الآيات والأحاديث تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، فإذا بما يجيب عن هذه الآيات من جانب الماتريدية والمصنف والإمام الأعظم هذا الذي يقول والآيات الدالة على زيادة الإيمان محمولة على ما ذكره أبو حنيفة رحمه الله تعالى من أنهم كانوا آمنوا في الجملة، ثم يأتي فرض بعد فرض فكانوا يؤمنون بكل فرض خاص، هكذا كانوا يعني في بداية الأمر كانوا يؤمنون في الجملة، ثم بعد ذلك يوما فيوما وقتا فوقتا كان يأتي يعني فرض جديد حكم جديد، هكذا كان يوحى إليه، فكانوا يؤمنون بكل هذا
هذه الأحكام الجديدة. نعم، وهذا هو معنى زيادتي هكذا. أول هذه الآيات أبو حنيفة رحمه الله، وحاصله أنه كان يزيد بزيادة ما يجب الإيمان به، يعني باعتبار التفاصيل ما يجب الإيمان به كثيرة جدا. إذن عندما يؤمن بها تفصيلا واحدا واحدا واحدا، ثم هناك رجل آخر لم يؤمن هكذا واحدا واحدا بل آمن في الجملة، فإذن هذا الرجل الأول الذي آمن بجميع ما يجب الإيمان به مفصلا، إيمانه أزيد من ذلك الرجل الذي آمن في الجملة. نعم، هذا خلاف ما سبق، هذا خلاف ما سبق في مسمى الإيمان. لو آمن في الجملة أو يعني في التفصيل إيمانهما سواء. نعم، كما سبق. وهذا لا يصور في غير عسر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا التأويل لا يتصور في غير عسر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ليس هناك تشريعات جديدة. هذا زيادة باعتبار إيمان الرجل بالتشريعات الجديدة، وهذا لا يكون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. هكذا مشكلة. وفيه نظر، لأن الاطلاع على تفاصيل الفرائض ممكن في غير عسر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أجاب الشارح. فيه نظر في أي قول؟ في قوله وهذا لا يتصور في غير عسر النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاب يتصور بعد وفاته. لماذا؟ لأن رجلا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم مجملا، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم هو علم أن حكم الصلاة آمن به، ثم علم أن حكم الصوم آمن به، ثم علم بكذا كذا كذا كذا، يؤمن بواحدة ثم واحدة ثم واحدة هكذا. فإذا يزيد إيمانه، يعني أول ما آمن كان إيمانه ناقصا، ثم آمن بالتفصيل كذا 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 من الفروض، فإذا زاد إيمانه. هذا تشريعات غير موجودة جديدة، لكن الاطلاع يمكن على التشريعات القديمة. ثم والإيمان واجب إجمالا فيما علم إجمالا، وتفصيلا فيما علم تفصيلا، ولا خفاء في أن التفصيل يزيد بل أكمل، يعني بهذا الاعتبار هذه هي الزيادة بل أكمل. وما ذكر من أن الإجمال لا ينحت عن درجته، وإنما هو في الاتصاف بأصل الإيمان. هذا الذي ذكرت، يعني سبق في مسمى الإيمان أن الإجمال لا ينحت عن درجته، فإنما هو الإجمال لا ينحت عن درجته، يعني درجة التفصيل، إنما هو الاتصاف بأصل الإيمان. هكذا هو جمع بين القولين. وقيل إن الثبات والدوام على الإيمان زيادة عليه، هذا تأويل آخر وجواب عما يفيد بعض الآيات والأحاديث من زيادة الإيمان والنقصان. ما نقل عن الإمام الأعظم في هذا الشيء ذكره أولا، هذا جواب آخر. قيل أن الثبات والدوام على الإيمان زيادة عليه في كل ساعة، وحاصله أنه يزيد بزيادة الأزمان، لما أنه عرض لا يبقى إلا بتجدد الأمثال. إيمانان عرض، عرض لا يبقى إلا بتجدد الأمثال، فإذا في كل لحظة يتجدد إيمان، يتجدد إيمان، فإذا زاد الإيمان. وفيه نظر فساد. لماذا؟ لأن حصول المثل بعد انعدام الشيء لا يكون من الزيادة في شيء، كما في سواد الجسم مثلا. مثلا هذا جسم أسود، سواده لا يبقى إلا بتجدد المثل، فهل يقال أن هناك زاد السواد؟ لا يقال زاد السواد. ثم تأويل آخر. وقيل المراد زياد ثمرته وإشراق نوره وضيائه في القلب، فإذا لا يزيد الإيمان، بل ثمرته ونوره وضيائه في القلب يزيد.
فإنه يزيد بالأعمال وينقص بالمعاصي. نعم، هذا كما ثبت في الحديث. ومن ذهب إلى أن الأعمال من الإيمان فقبوله الزيادة والنقصان ظاهر، هذا مذهب آخر. نعم، هذا ظاهر، زيادة والنقصان ظاهر. من ذهب إلى أن الأعمال من الإيمان يعني من كمال الإيمان، زيادة نقصان ظاهر. ولهذا قيل إن هذه المسألة فرع مسألة كون الطاعة من الإيمان. نعم، زيادة الإيمان ونقصانه فرع مسألة كون الطاعة من الإيمان. وقال بعض المحققين لا نسلم أن حقيقة التصديق لا تقبل الزيادة والنقصان. قال بعض المحققين لا نسلم أن حقيقة التصديق لا تقبل الزيادة والنقصان، يعني هذا مذهب ثالث في هذه المسألة. كما قلت أن حقيقة التصديق هو نفسه يزيد وينقص. لماذا؟ للتصديق مراتب، للتصديق يعني للعلم لليقين مراتب. نعم. ومن ذهب إلى أن الأعمال لا بل تتفاوت قوة وضعفا للقطع بأن تصديق آحاد الأمة ليس كتصديق النبي صلى الله عليه وسلم. آحاد الأمة، هل تصديقه يساوي تصديق النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا، لا يساوي. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولكن ليطمئن قلبي، هذا طمأنينة القلب يعني زيادة في اليقين، زيادة في الجزم واليقين والتصديق. نعم، هذا مسألة. أما هنا بحث آخر، وبقي ها هنا بحث آخر، وهو أن بعض القدرية ذهب إلى أن الإيمان هو المعرفة، المعرفة ليس تصديقا أيضا بل معرفة. وأطبق علماؤنا على فساده، لأن أهل الكتاب كانوا يعرفون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، هذا كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد، هم يعرفون كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك لا يصدقون، معرفة فقط ليس تصديق. والذي سبق يعني من الإيمان هو التصديق فقط ليس إقرارا باللسان، لا الإقرار باللسان لا يدخل في مسمى الإيمان، ذاك قول آخر رأي آخر، وهذا رأي آخر. المعرفة فقط لا حاجة إلى التصديق، كما يعرفون أبناءهم مع القطع بكفرهم لعدم التصديق هم لم يصدقوا، لأجل ذلك نعم كافرون، هذا أهل الكتاب. كذلك هناك كفار قريش أيضا، ولأن من الكفار قريش وغيرهم من كان يعرف الحق يقينا وإنما كان ينكر عنادا واستكبارا، مثلا هذا أبو جهل، كذلك أبو لهب أيضا، وكذلك كان هناك كثير كلهم يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يصدقون. وكذلك طائفة من المنافقين هم يقررون بلسانهم أن ينطقون بالشهادتين، يصلون يصومون هكذا يفعلون، ومع ذلك يعرفون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، لكن لم يكن لهم تصديق. بعض المنافقين لم يكن لهم تصديق، لهم معرفة وإقرار لم يكن تصديق. وهؤلاء أيضا في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. إذن هذا القدر لا يكفي. قال الله تعالى وجاهدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نعم، هذا دليل على أن كفار يستيقنون، استيقنتها أنفسهم يعني قلوبهم على يقين أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق في دعوة الرسالة. فلا بد من بيان الفرق بين معرفة الأحكام واستيقانها وبين التصديق بها واعتقادها. ما الفرق بينهما؟ ليصح كون الثاني إيمانا دون الأول. لو أدرك الفرق بينهما
يمكن إدراك كون الثاني إيمانا وكون الأول لا يكون لا وكون الأول غير إيمان. والمذكور في كلام بعض المشايخ أن التصديق يعني في الفرق بين التصديق والاستيقان والمعرفة تصديق بين المعرفة. والمذكور في كلام بعض المشايخ أن التصديق عبارة عن ربط القلب على ما علم من أخبار على ما علم من أخبار المخبري مخبر أخبر بأخبار علم هذه الأخبار قلب. فإذا القلب ربط على هذا المعلوم ربط القلب على ما علم يعني على المعلوم من أخبار المخبري وهو أمر كسبي يثبت باختيار المصدق ولذا يثاب عليه ويجعل رأس العبادات بمعنى بخلاف المعرفة هذا كل في التصديق. أما المعرفة ماذا فإنها ربما تحصل بلا كسب كمن وقع بصره على جسم كمن وقع بصره على جسم فحصل له معرفة أنه جدار أو حجر بخلاف المعرفة فإنها ربما تحصل بلا كسب كمن وقع بصره على جسم فحصل له معرفة أنه جدار أو حجر. وهذا ما ذكره بعض المحققين من أن التصديق هو أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبر حتى لو وقع ذلك في القلب من غير اختيار لم يكن تصديقا. فإذا المعرفة لا تستلزم الاختيار والكسب التصديق ليس كذلك ويقتضي الاختيار والكسب وإن كان معرفة لم يكن تصديقا لكن كان معرفة. وهذا مشكل هكذا فرقوا لكن هذا الفرق مشكل لأن التصديق من أقسام العلم ومن الكيفيات النفسانية التصديق من أقسام العلم هذا العلم من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية لأن إذا تصورنا النسبة بين الشيئين وشككنا في أنها بالإثبات أو النفي ثم أقيم البرهان على ثبوتها فالذي يحصل لنا هو الإذعان والقبول لتلك النسبة هو معنى التصديق والحكم والإثبات والإيقاع. نعم. فإذا هذه كيفيات نفسانية ليست من الأفعال الاختيارية. نعم. تحصيل تلك الكيفية يكون بالاختيار في مباشرة الأسباب وصرف النظر ورفع الموانع ونحو ذلك. وبهذا الاعتبار يقع التكليف بالإيمان. يعني الإيمان لو كانت كيفي من الكيفيات النفسانية التصديق لو كان من الكيفيات النفسانية كيف يكلف به؟ يشترط التكليف به أن يكون من الأفعال الاختيارية. فإذا هناك اختيار موجود اختيار يعني في مباشرة الأسباب وصرف النظر ورفع الموانع هكذا. وكان هذا هو المراد بكونه كسبيا اختياريا يعني إيمان كسبي اختياري هكذا يقال معناه هذا يكتسب أسبابه ويصرف النظر إليه هكذا. ولا تكفي المعرفة في حصول التصديق لأنها قد تكون بدون ذلك. نعم يلزم أن تكون المعرفة اليقينية المكتسبة بالاختيار تصديقا. فإذا بينهما عموما وخصوصا مطلق. نعم كل تصديق معرفة وبعض المعرفة تصديق فقط فلا بأس بذلك لأنه حينئذ يصل المعنى الذي يعبر عنه بالفارسية بكروا يدا وكرودا. وليس الإيمان والتصديق سوى ذلك وحصوله للكفار المعاندين المستكبرين محال. فهذا التصديق ما كان موجودا للكفار المعاندين المستكبرين لكن كان لهم معرفة فقط. فعلى تقدير الحصول فتكفيرهم يكون بإنكارهم باللسان وإصرارهم على الإنادي. نعم لو سلمنا
أن التصديق حاصل لهم، لماذا كفروا؟ بسبب إنكارهم باللسان، وهو علامة على تكذيبهم. نعم، كما ذكرنا سابقا جعل الشارع بعض العلامات للتكذيب، نعم، كشد الزنار وهكذا، وإصرارهم على النناد والاستكبار. وما هو من علامات التكذيب والإنكار؟ نعم. ثم مسألة أخرى، الإيمان والإسلام واحد. نعم، نقرأ فيما بعد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.